لعبها في ليفا احنا في الدوري أحبتنا في كل مكان، رحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكرة أهداف. أهداف تبقى عالقة في الذهن، في ذكرياتها، في مواقفها، في حضورها، في المدرجات، في البيت، مع ربعك، في أي مكان كنت، وخاصة الأهداف التي تحمل عبق الماضي الجميل. كل شيء الآن قديم، أصبحت الناس تحبه وتتابعه، حتى الغناية القديمة الآن ولا مسلسل قديم ولا غيره تبقى الناس تتابعه أكثر، أصبحت الناس معلق في الماضي. وكذلك الجماهير الرياضية تذكر أجيال وأجيال مختلفة. بعد الفاصل سنبدأ ذلك الزمن الجميل في الكرة أهداف. جاسم يلعبوا، جاسم يلعبوا، في منتصف التسعينات زار الكويت منتخب لبنان وقابل منتخب الكويت، وكانت الفرق تزور الكويت بشكل مستمر، والفريق اللبناني لا يملك سجلا كبيرا في عالم كرة القدم كتحقيق بطولات، ولكن أيضا ليس بالفريق السهل، ولعب أمام منتخب الكويت كان لوليد البريتشي ونواف جديد كلمة في هذه المباراة. مرة ثانية عاشور عبد العزيز رايح لها، نواف جديد ياخذها، وائل ياخذها، علي مروي، علي مروي كره مع علي مروي، بعد علي مروي كره مع علي مروي، هيها حطها عاد، حطها حطها، جول 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 جول، يحطها البريتشي، بريتشي الحين علي مروي بيسلم لكره تسليم شرعي، شوف شوف سهله سهله سهله، شوف علي مروي، شوف 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 شوف، هيا وحطها، بتمر، توصل ناحية اليمين، حلوة، الله الله يا نواف، الله يا نواف جديد، كرة حلوة لابسة معاه، حلوة على الطاير، شوفوا الإعادة، شوفوا الإعادة، شوفوا الإعادة، شوف 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 لما لعبت، يا سلام نواف جيد لعبها علي مروي. جاسم يلعبوا، جاسم يلعبوا، حمد الصالح من اللاعبين المميزين، نقول بالعامية لا تخفي عينك عنه، لاعب سريع يستقل الكرة بشكل جيد، ما يحتفظ بالكرة كثير، يصنع الكرات، لاعب بيحتاجه أي فريق كان. العبوا القادسية ونادي الشباب في بطولة الأندية الأبطال الخليجية، الشباب السعودي طبعا، وكان لحمد الصالح كلاما آخر. نشوف الهدف. المباراة الأول، التعادل بدون أهداف بين الفريقين، مؤيد الحداد يلعب كرة عرضية خطرة، وجول قدساوي أول، جول قدساوي أول في الدقيقة 43 من شوط المباراة الأول لصالح القادسية، كرة عرضية وجميلة من مؤيد الحداد وتسجل الهدف الأول لصالح الفريق القدساوي.
هدف لصالح القادسية والحشية الآن لصالح الشباب في الدقيقة 43 من شوط المباراة الأول. الأهداف تضفي الحماس الحقيقة على المشاهدين والمتابعين. شوف إعادة لها بالبطيء، كرة جميلة من مؤيد الحداد، اللعبة بالراس داخل المرمى الشبابي كهدف أول لصالح القادسية الكويتي. عادة مرة أخرى لها بالطوعة من لاعب القادسية في احتياط القادسية عادل طالب. عبيد الشمري فيصل مطلق، هجمة قد زاوية وتلعب هدف ثاني للقادسية مع بداية الشوط الثاني في الدقيقة الأولى من هذا الشوط. جول قد ساوي ثاني مع بداية الشوط الثاني من المباراة. احتياط الفريق القدساوي سعيد طبعا بتقدمه بها. جاسم يلعبوا العربي والنصر السعودي في بطولة الأندية الأبطال. والعربي تاريخ لا يحتاج إلى تعريف كبير للمشاهد، وكان يملك أنذاك لاعبين مميزين يستطيعون إيصال الكرة بأسرع طرق إلى الشباك. والنصر السعودي كما تعرفون تاريخ في عالم كرة القدم، يكفي أن يلعب فيه السهم الملتهم ماجد أحمد عبد الله. ولكن للعرباوية رأي آخر وثلاثية جميلة، دعونا نشاهد. لم يخسر أي مباراة، سجل 6 أهداف ومني مرماه هدفين ورصيده 5 نقاط. كرة بتلعب العربي الكويتي، حاول يعلي بعرض الملعب، خطرة عنبر روس، الله جول عنبر سعيد بيخطف أول أهداف هذه المباراة وفي الدقيقة السادسة. الله راح نشوفها بالإعادة، راح نشوف هدف عنبر سعيد واللي كنت أنا أتحدث عنه مع بداية هذه البطولة بأنه ما برز إطلاقاً. شوف الكرة لما تعلت من الجهة اليمنى، وشوف عنبر، جمب طالع وحطها على يسار خالد الصبياني، محرز أول أهداف هذه المباراة وأول أهداف نادي العربي الكويتي في الدقيقة السادسة. شوف عنبر راح ينفذ خطأ، كرة خطر العربي تلعب ساقطة بالراس من منصور باشا وعنبر، وكرة وصل خطر وكرة حط جول منصور باشا يحرز ثاني أهداف العربي الكويتي. وراح نشوف هذا الهدف بالإعادة مرسوم، وهذا مشجع العربي الكويتي وهذا منصور باشا اللي احرز الهدف في الدقيقه 37. شوف عسكر لما علاها، وشوف منصور باشا حطها في البدايه، وصلت لعنبر، عنبر هيها لمنصور خلصها في المرمى وعلى يسار. مباراه الغد اللي تجمع السد والبحرين البحريني راح تكون هي المباراه الختاميه اذا خسر النصر السعودي. كره ملعوبه لخالد لمنصور باشا يتوغل ويحاول يمر داخل منطقه جزاء العربي، خطرة على الطائر جول يا الله يا حلوة من هدف مرسوم لعزيز لعاشور، حلوة ملعوبة من منصور باشا وهذا صاحب السمو الملكي الأمير عبد الرحمن مسعود، حلوة ملعوبة من منصور باشا، ملعوبة أرضية لعزيز عاشور يحط الهدف الثالث في الدقيقة 16. شوف منصور باشا وشوف على الطاير رقم 7 عزيز عاشور بتمر على يمين. جاسم يلعبوا أحبتنا في كل مكان، وصلنا معكم نهاية برنامج الكرة أهداف. إن شاء الله استمتعتوا في أهداف اليوم.
هذه الأهداف التي لا تزال عالقة في الذهن عبر نجوم كبار قدموا شيء الكثير للكرة الكويتية على مستوى الأندية، ويبقى الماضي الجميل جزءا من تاريخ الرياضة الكويتية. باكر إن شاء الله لنا موعد جديد مع الكرة أهداف. أشوفكم على خير، فالكم طيب إن شاء الله اليوم ودوم، مع السلامة. Wait, 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 wait